السلام عليكم يا جماعة الخير، حياكم الله بمقطع جديد من مقاطع جراند فايف الحياة الواقعية بالسيرفر الأجنبي يا جماعة. وربي أني جدا متحمس لهذا المقطع علشان أنتقم انتقام بسيط جدا يا شباب. صراحة اللي ما يعرف اللي ما تابع المقطع، نزل تحديث جديد يا جماعة الخير وجاب الرولت هذا اللي أنا فتحت منه مليون مرة، بس كنت أبي الباك باك هذه ما أعطوني إياها أبدا يا شباب. راح نروح البيتش ماركت ندور على هذه الباك باك، لأن كلكم كتبتوا لي بمكالو اشتريها. لحق نفسك يا بمكالو، مستحيل تحصلها، الحظ تغير. لازم تعرفون شغلة اكتشفتها بعدين يا جماعة، بعد ما صورت المقطع سرنا بالليل يعني اكتشفت ان اول ما جابوا ذي الرولت كان فيها جلتش نوعا ما، فاللاعبين استغلوها وحصلوا على باك باكات جدا كثيره وانباعت بارخص الاسعار. الان مستحيل انك تحصل هذه الباك باك تنباع باي سعر كان يا جماعه. يا رب اني احصل واحده شاورب، ودي اني اروح الحق نفسي اشتري واحده يا جماعه. فيا جماعه بدعمكم على هذا المقطع بزر لايك، يعني لا تنسوا تشتركوا بالقناه، مكتب مشتركين اللي حابين ينضم معنا السيرفر تعالوا كلكم يا جماعه الخير. وربي السيرفر جدا اسطوري يا شباب. هذا مقطع بسيط جدا يشرح لك كيف تسجل معنا وتدخل معنا السيرفر. راح تضغط على الرابط الموجود بالوصف، راح يوديك مباشره لهذه الصفحه الاسطوريه. راح تضغط هنا على ستارت بلاينج، راح يقول لك هل عندك نسخة جي تي اي اصلية؟ راح تقول له نعم، لان لازم جي تي اي اصلية. وراح تختار الانجليش 3، نحن نلعب بالسيرفر الانجليش رقم 3 طبعا يا جماعة، لا تنسون تختارون هذا السيرفر. راح يمديك تحط اسمك، اسم العائلة، انتبه ما يكونون بالاحرف الكبيرة، لازم احرف صغيرة طبعا، وايضا تحط ايميلك في هذا المكان، وتحط كلمة سر وتعيد كلمة السر وتضغط هنا على ريجستريشن. ورا ما تسوي هذه الامور راح يحمل معك لانشر خاص باللعبة، يمديك تدخل من خلال السيرفر مباشرة بضغطة زر. الرابط موجود بالوصف، يمديك انت الان تدخل تستمتع مثل ما انا جالس استمتع من مدة جدا طويلة. طبعا يا جماعة اليوم صرنا تقريبا، انا قلت للشباب يوم الاحد بما انه صار شهر جديد لازم نسوي تصفية حسابات. ايش ما قالوا تصفية الحسابات هذه يا جماعة، خبرتكم اللي يشتغل بالاوفيس اكثر شيء خلال الشهر الماضي راح اوزع عليكم جوائز. يعني الان حان الوقت الموعود، اخذت 5 اسامي، اكثر اسامي والله يشهد يا جماعة انه هذول الاسامي اكثر شيء اللي كانوا يمروا بالاشخاص اللي جالسين يسوي تحديات الاوفيس بالنسبة لي. تذكروا كل مرة كنت اروح الاوفيس اخذ اسامي؟ يب هذه هي يا جماعة الخير، طلعوا 5 اسامي معنا الان اوكي. فعشان ودي اسوي ذا الامر بالمقطع الان على السريع، ما راح ياخذ من دقيقة واحدة، تعالوا بس ادور على الاسامي، مسجلهم من الاسامي، للاسف ما عندي الايديات ولكن لازم ادور بالفاميلي هنا يا شباب عشان نطلع الايدي الان اوكي. بس من عندنا مشوار، اول اسم عندنا يا شباب اللي هو رأفت اسكوبار. وين رأفت؟ ان شاء الله يكون داخل يا جماعة. رأفت اتمنى انك تكون داخل. يا شباب بلف القائمة كلها وبرجع لكم لما اخلص، لان والله مطولين والله. يا رب رأفت يكون داخل، رأفت تكفى كون داخل. رأفت اوه يا رأفت مارر، يا رأفت يا شباب. هذا هو ايدي تبع 4 4 3 4 4. راح اسوي كذا شباب الان، اسجل 5 اسامي برجع لكم الان اوكي. اوه كريشي جراند شباب معنا كمان بالفاميلي، ليتس جو. وليد الخطيب عندنا بالفاميلي كمان، ليتس جو. واحد اسمه زاك فاح، نايس والله. كل الاسامي يا شباب طلعوا عندنا بالفاميلي يا جماعه، شيء جدا اسطوري والله. طبعا شاهم اكثر 5 اشخاص، فراح اوزع على كل شخص فيهم يا جماعه الخير مبلغ وقدره الان 500 الف يا شباب، كل واحد راح ياخذ 500 الف اوكي. يعني اتوقع ذي الحل المناسب والله، لازم نسويها يا جماعه. طيب ان شاء الله ما انخربط. 4 4 3 4 4 هذه رأفت اسكوبار، الان راح ينصدم رأفت اسكوبار. 500 الف طق طق طق، مع السلامه. هذه 500 الف، 3% شباب يعني راح ينقص منه 15 الف، يعني راح يستلم 475 اتوقع يا جماعه اوكي. فليتس جو نسوي ترانسفير. بسم الله تم يا شباب، حولنا 500 الف. ان شاء الله ما اكون حولت 5 مليون بالغلط، وربي شباب في هذا باندي الحركه ما بنسويها الان. ليتس جو، الحق يقال يا جماعه، انا ما يمديني الا اسوي ذا والله. تم يا شباب تم، اذا بتشوفون ذا المقطع مبروك عليكم والله، تستاهلون الخير. تم يا شباب، انا ضحيت بكذا بمليونين ونص علشان اسعد الفاميلي عندنا شويتين. خلينا نبدا الموضوع شباب، في شيء جدا قلقني الصراحه قبل ادخل، شفت انه المزرعه عندنا في تدهور يا جماعه. طبعا بالامس جبنا مزرعه يقطين ايضا، احد من الشباب شراها يعني الان. خلينا نشوف رانكينج اوف فاميلي كم، لو بسته تعال ناخذ الجوائز الان. ها في حد اخذ الجائزه دي اوكي ما علينا. اذا احنا شفنا الفاميلي هولدنج يا جماعه، شوف الان مزرعه اليقطين هنا ممتاز، ولكن شوف مزرعه البقر 9 ساعات ما حد مسوي. شباب بروح المزرعه بسرعه والله، لازم اتصرف. ها خليني اخذ البذور معي على الاقل، ثواني انا عندي شويه بذور بالبيت شباب، خليني اخذها، خليني اخذ كل البذور يا جماعه اوكي. يلا يا شباب حركنا على المزرعة مباشرة، المزرعة صايرة هنا طبعا يا جماعة، اتوقع ذي هي والله اعلم، او واحدة منها يمكن هذه هي والله ما ادري اي واحدة كانت، الزبدة بنروح نشوف الان اوكي. اوكي شباب اتوقع اني وصلت لهذا المكان، تعالوا شيك على السريع بس ايش يصير هنا وليش ما حدا مسويها يا جماعة، لان انا والله الموضوع هذا شاغل بالي كثير. تعالوا نشوف ايش الوضع يا جماعة، هذه هي صح اتوقع ذي هي، معطينا بزور مو مسويها، ايش صاير معكم الان؟ صفر ان ون داي يا جماعة، شوفوا بالامس مطلعين منها مليون، بالامس مطلع منها مليون واليوم صفر، شلون كذا؟ طيب ولا واحد جالس يشتغل بمزرعة يعني؟ اوريدي فيت مكتوب لك الان، مطعمين يا شباب هم اكلين يعني الان. في حدا شاب جاي مطعمي الابقار هنا الصراحه، ما فهمت الفكره ابدا شلون حدا مطعميهم، وشلون الى الان هي محطوطه معانا انه ما في حد معطيهم شيء يعني. في حد طلع مطعميهم يا شباب، ننتظر بعدين هو بيجي بيستلمهم يعني الان اوكي. باقي 9 باقي 9 ساعات، باقي مدري كم ساعه بس باقي منيح يعني. فمشينا البيت يا شباب، او مشينا البيتش ماركت مباشره الان.
اوكي شباب انا الان رجعت البيت طبعا، تعالوا ناخذ سياره من السيارات نروح البيتش ماركت بسرعه ندور على الحقيبه ذيك يا شباب لان والله ودي فيها صراحه. الانشورنس راح من الافنتادور، لازم الان نفكر بالسياره نحط عليها انشورنس، ولكن بالوقت الحالي راح اطلع الابر ماخت اللي عندي ذي يا جماعه الخير اللي اشتريتها من عند هاني. هذه السياره كمان رهيبه صراحه، تفي بالغلط بروح فيها بما انه عليها انشورنس يا جماعه. يا شباب السياره رخيصه كثير عليها انشورنس، رهيبه جدا والله وماشي حالها يعني تعتبر كويسه يا جماعه، والله تعتبر سياره حلوه وفخمه صراحه. هاني اذا شفت المقطع شوف سيارتك محلاها هنا يا حبيبي، نايس وان سياره بي ام شباب. سواقتها شويتين صعبه بس اوه شوف كيف اللي هنا ذي الاضاءه. اوكي طيب شباب عشان البيتش ماركت بسرعه نشوف ايش الناس جالسه تبيع. والله السياره انها تزحلق كثير، ايش دي السياره جماعه والله انها تزحلق كثير، فيها دريفت كيت يمكن او شيء مو طبيعي، كيف الانزلاق فيها عالي جدا والله. لا تكفى يا ولد تكفى، لا تقول لي علقت كرشت على اللعبه يا الله. اوكي شباب رجعنا من جديد الان، ليتس جو يا حبيبي خلينا ندور يا رب ما يدلتش ما علق الان. شباب البيتش ماركت صار مصيبه علينا والله. هذه ايش هذه الدين جاكيت هذه؟ وات اول مره اشوف الشباب ذي بهذا الشكل، كم يبيع هذا؟ 2 مليون 800 اتوقع جايبه من الاوكشن ذا 100%. شباب هذه كلها اغراض اوكشن يمكن. طيب اللي بعده الان خلينا نشوف، خلينا نشوف الشباب لازم نلقى اول سكراب 89,000 10 سكرابات صاروا. يخرب بيت السكراب والله غالي صاير. يلا بينزل باتل باس نستخدم السكرابات يعني. صح شباب انا عندي ار بي تيكت هنا بس ما اتوقع اني بفكهم، هذا بعطيهم جيف اواي يا جماعه الخير. بشوف كيف ممكن اسوي لهم جيف اواي اوكي؟ للي عندنا بالفاميلي بحاول اسوي ايفنتات فعاليات وبنوزعها على الفاميلي ان شاء الله تمام؟ صدقوا يا شباب هذه اول مره اجي فيها البيتش ماركت وما استمتع ابدا، مدري احس الاغراض كلها بيض يا ولد. ايش الاغراض؟ شوف الشوبات المعفنه المفتوحه يا جماعه والله. ما في اغراض حلوه، هذه بكم هذه؟ بمليون. على ما يبدو ما راح احصل الحقيبه يا جماعه. ليش شلون دخل بالسياره هنا هذا؟ وات؟ شوف كيف جالس يدبح بالناس يا جماعه. ستوب في دامينج بيبول ايديوت. نو نو نو. سوري. كفو كفو اذبحه اذبحه والله نايس والله. كفو اذبحه يا ولد اذبحه. نو نو سوري بقول لك يا جماعه اقسم لا جاي يسوي في دي ام. يا الله كم صار لي ما جيت بيت الفاميلي يا جماعه. يا الله جيت لهنا بس عشان احط بخزنه الدوله هنا يا شباب البذور عشان الشباب يستخدموها في المزرعه وهذه الامور يعني، راح ابيعها قريبا جدا عيد واكرر يا جماعه انا اسف ولكن خلينا نفتح المزرعه هنا شير. شوفوا الان السيد هنا راح احط السيدات هنا يا شباب، انا احط هذه هنا خلينا نجمع هذول. مجمعينهم 45 خربت عليهم من الان يا ولد. ثواني ثواني سوري والله خربت عليهم شباب كلهم حاطيني 45 45 اوكي خلينا نحط هذه تحت اجل ونحط هذه هنا ونحط هذه 25 هنا تمام. هذا اللي انا حاطهم هنا صراحه يا جماعه. ابي اتكلم عن شيء جدا مهم هنا بالجراج هنا والله، انه شيء جدا جدا مؤسف انه الجراج جاي بهذا الشكل. انا ما احب هذا الجراج الجديد انا اسف يعني، التصميم سيء بشكل مو طبيعي، تصميم غير موفق والله. التصميم اللي قبل كان فخم بشكل مو طبيعي، الحيطان كنا نحطها باللون الاسود يا ساتر كم يطلع كان حلو يا جماعه. ازبد شباب ما راح اغيرك. اوه نايس والله هذا احسن من اللي كان قبل والله. هو كان كذا قبل ولا لا يا شباب؟ والله احسه كان قبل كذا وانا مسويها بهذا الشكل والله ما ادري والله. يا حمزه ليش تلحقني يا حمزه؟ مغناطيس ولا ايش في يا حمزه؟ وغر عني يا حمزه. بعض الاشخاص يعني بعض الاشخاص الحمير بين قوسين جالسين يسرقون البيوت يعني. انا بسميهم حمير لان مستهدفين احنا دائما يا شباب مستهدفين. شوف ركبتها 64 يوم، يلا حمير يلا هطف منك ليه ما يمديك الان تسوي شيء؟ هذا من هذا سترينجر داخل هنا؟ ولد كمشتوا الشباب جوا البيت هنا؟ ايش يسوي ذا؟ بعتوا لي انفايت للفاميلي شباب. عددنا الان 111 شخص بالفاميلي والله نايس والله يا شباب. الناس جالسه تلعب جالسين يجمعون 15 جراند كوين كل مره عشان يجربون حظهم، وانا الان راح اجرب حظي يا شباب الان. هل انتم متحمسون يا شباب؟ ليتس جو. ولكن بالاول راح اجيب شويه جراند كوين يا جماعه الخير زياده، لان اللي معانا ما تكفي ابدا نوعا ما. شوف انا كم معي الان، معي 92 يا شباب. طبعا هذه 92 نوعا ما راح تكفي، ليتس جو نجيب اكثر يا شباب. اوكي راح اجيب اكثر وراح ارجع لكم الان. اوكي شباب الان انا شحنت اللي انت الان شحنت بشكل مناسب واسطوري جدا يعني. بسم الله نشوف كم جراند كوين شحنا الان يا شباب. طبعا انا جبت شويتين يعني ما جبت كثير يا شباب لان تعرفون يعني تشيك بيمنت. الله صار 300 جبت يا جماعه الخير 100 جراند كوين، فهي تدبلت صارت 200 زائد 40 يعطوك ايضا يعني، وهذا 240 زائد 92 اللي كانت معي فصارت 332 اوكي ليتس جو. الان صار بدي نفك بعض الباكجات يا جماعه الخير. والله شباب ابي اكسب الحقيبه اللي صايره هنا معنا يا شباب، ابي الحقيبه باي ثمن كان يا حبيبي. والله شوف لفيت البيتش ماركت بالكامل مستحيل حد يبيعها الان يا جماعه مستحيل. على سيره هذه الباكجات الليمتد يا شباب ايضا شوف الان عندنا هنا برايسز شوف الليمتد تم اخذ الاولى والثانيه والثالثه يا جماعه باقي السيارات الباقيه. يا ريتني كنت حصلت. تعال نحاول ثلاث مرات تذلبك يا شباب ثلاث مرات. يا الله لو احصلها يا شباب وربي كانت شغله خرافيه بتكون يا حبيبي. 150,000 اوكي راح احاول فيها كمان مره يا شباب كمان. انا ما ادري والله احس رقم 10 مميز يا رب احصل عليها يا ربي. خير اضغطها احصل عليها يا شباب وربي برقص الان يا اخي. ما راح احاول فيها كثير يعني بس كذا كم محاوله. 150,000 كمان بحظكم يا شباب جميعا الان بحظكم يا شباب.
اوكي ما فيها. حاولت ثلاث مرات قلت يمكن اذا صابت صابت، اذا خابت خابت، خلاص نكمل الان. كل مره 150,000 خلاص ابع يا اخي اطلع برا البر. طيب يا شباب صراحه انا بالنسبه للبكيشات ما اتوقع اني افتح، ممكن افتح واحده تنتين من ذي، ما ادري كم حظ ذي يا جماعه. تعال نفتح منها تقريبا خمس بكيشات يا شباب. اوكي خمس بكيشات، الهدف اني افتح من الرولت والله يا شباب، ولكن معنا شويتين هنا خلينا نحصل عليها الان يا شباب. ربي متحمس لنا والله كثير، مستحيل يا شباب، لازم اقول بحظ. بحظ يا جماعه الخير، بحظ باريو يا شباب. باريو حظك يا باريو، لازم اقول بحظ الشباب الباقيين. انا جالس اشوف يا جماعه الخير مقاطع الشباب اللي ينزلوها على اليوتيوب يعني، فمثلا مثلا في بعض اليوتيوبرز ينزلون على اساميه، يفتحون باكجات على اساميه، مثلا زاك يقول لك هذه بحظ مكالو، زاك هذه بحظك يا زاك، تكفى زاك. اخ ما علينا، 300,000 كفو، ليتس جو. هذه بحظ يا جماعه الخير يوسف واي جي اكس يا جماعه، يفتح كمان يوسف بحظ. يوسف هذه بحظك يا يوسف، يا رب يوسف تكفى يا يوسف، كمان 300,000 شغله كبيره الان. 150,000 يوسف الله يسامحك. هذه بحظ فرعون يا جماعه الخير، شفت فرعون مره كمان يقول لك بحظ مكال، بحظك يا فرعون، تكفى فرعون. الباكج ده صعب يا جماعه، الباكج مو مشكله منكم، مشكله من الباكج نفسه الان. 50,000 يا فرعون، كذا صارت يا فرعون، تعال خلاص يا فرعون اوريك الان. شباب يعني ما ادري ايش اشرح لكم، بس انا صراحه ودي كنت احصل شيء من الرولت هذه، ولكن انا سمعت انه شوف ما راح افتح فيه كثير الا ب$60 اللي معي والله، اذا ما عثرت على شيء بروح على السيارات مباشره يا شباب، يعني سمعت انه غيروا الحظ هنا، صار جدا جدا صعب انك تحصل شيء يا جماعه، مو متاكد بتاكد بنفسي، معي $60 بصرفها الان وبشوف يا شباب، يعني احنا المفروض الفلوس ما تطلع لي، انا طلعت لي هنا وهنا، بس اكيد راح تطلع لي هنا كمان. شوف الباك باك محلاها، مستحيل تكر مثلا على الباك باك، مستحيل، يعني اعطيني ذي على الاقل. طيب نبيعها بواحد جراند فان يا جماعه، فتح واحده ثانيه يا رب تزيد الشباب، هذه بحظكم جميعا يا شباب، لازم اقول بحظ، انا بدون حظ ما راح ينفع والله. تكفون يا جماعه الخير كسبوني الباك باك على الاقل، الباك مو الفلوس ها؟ يا اخي ليش الفلوس تطلع عن شكل ذي الفلوس ما بشعه؟ اقسم لنا كابوس، كم اني اكره اشوف ذي الفلوس عندي الان، والله انها بشعه والله. هذه بحظي يا شباب بحظي، انا واثق انه حظي يحتاج باك باك، يعني لازم يعطوني الباك باك يا جماعه. شوف الان ايش راح يطلع شباب، والله شوف الفلوس جايه على الطريق. والله مو طبيعي جد فلوس يا اخي، مو طبيعي والله، هذا مو بحظ احد والله. افتحها وامشي بس الان. والله شباب انا قاطع الامل يطلع لي شيء والله. والله اني قاطع الامل، من ورا الفلوس دي الكريهه المعفنه كانت. تكفى يا ولد اعطيني لبس الان، ما الف بحظ حد لان انا متفشل، مستحيل يطلع لي شيء والله شباب، ما راح يطلع لي شيء. يعني مستحيل، شوف الفلوس الان. تجيك الفلوس من حيث انه كمان مره شباب، هذه انا واثق فيها يا جماعه، ما ادري ليش حسيت انه راح يطلع لي شيء. ايش ذا الصوت؟ ايش صار؟ 1 2 3 4 5 6 بوم. يلا حبيبي يلا يا حبيبي، يلا 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 اضغطها يا جماعه الخير فورا، راح يطلع لي فلوس هنا كمان. 3 2 1 اطلعي وبان عليك الام. وات؟ تكفى مو ذي، تكفى مو ذي، كمل على ذي، تكفى اعطيني القرون على الاقل انا راضي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بوم. وات؟ كيف كذا شباب؟ لا هذه غش والله، غش والله يا شباب، ظلموني والله. اخر باكج يا شباب، اخر باكج يا شباب، اخر باكج. اخ يا قلبي. لا في قلتش ذي، قلتش 100% ذي قلتش. راح يطلع لي فلوس 100%. يا حبيبي كيف كذا طيب؟ استمع مخي، اقسم بالله انه يطقطقون على مخي في ذا الباكج. انا كان لازم اروح البنكر شباب، تدرون يا شباب انا نسيت اروح البنكر، ضروري اروح البنكر يا جماعه، كان لازم استفيد منها والله، لاني اليوم بلعب لي شوي كم ساعه الان، لازم ننتقل الى البنكر مباشره يا جماعه، ومن هناك بنكمل تفتيح الباقي الباكجات. اوكي شباب انا جيت البنكر الان، خليني اخذ كم بطاريه وخليني احاول بالخطه الخنفشاريه اللي علمتوني عليها يا شباب. انا حاط بطاريات هنا، المفروض اكسب 200,000 كل اربع ساعات المفروض، يعني والله يا ريتني اكسب هذه الفلوس والله بكون اسطوري. هات اربع بطاريات الان، هذا كل شيء عندي اصلا، لازم اجرب والله يا شباب لازم. انا سمعت انه لازم اضغط اي مدري ايش لازم اسوي بالتحديد عشان امشي فيها الامام. هنا هنا اوكي، هنا اضغط شو اربع بطاريات 200,000 اربع ساعات. اوكي نايس والله، شايفين 200,000 يا شباب، انسيت اربع بطاريات. تيك اخذت اول شيء ال 20,000 اللي كان فيها، انسيت اربع بطاريات، يب اربع ساعات باخذ 200,000، ليتس جو يا شباب والله رهيبه والله، اقسم بالله رهيبه ترى يا جماعه، بس الفكره انه انت صار لازم تزرع بذات نفسك السولر بانل. ليش يا شباب؟ لان يا شباب البطاريات صاروا غاليين، ما راح توفي معك يعني، سعر البطاريه الواحد صار 50,000، انت تشتري البطاريه ب 50,000 ضرب 4 يسوي 200,000 تجي تكسب 200,000، ليش؟ انت مو مضطر يعني، فاهمين الفكره يا شباب؟ ازرعوا بنفسكم والله، اشتروها ب 1000 سعرها او 2000 ماكسيموم اللي هي السولر بانل، تزرعها بعد اربع ساعات تطلع لك بطاريات، حركات بركات، طلع فلوس بالهبل كل يوم يعني 200,000، اشتغلوا بهذا الموضوع. اوكي كنت بشوف بالماكينه ذيك، لان كان في لنا الماكينه بتحاول تسوي لك جوس يحولك الى حيوان، يعني انا ما متمنى اتحول الى حيوان، بس يعني لماذا لا، اذا فينا نسويها شباب ما بقصر والله. فين الان؟ هذه هي شباب 25، والله بروح اجيب يا جماعه، بروح اجيب، اوكي بروح اجيب، بروح البيت. يا شباب انا الان جيت لهذا المكان، بس جالس احاول اعصر مخي افكر وين تركت المشروم، ما ادري فين تركته والله المشروم. هنا كان الفطريات عندي، هذا الفطر 35، ليتس جو يا شباب مباشره الى بنكر من جديد. اوكي شباب
جينا الان الفطريات معي الان الفطر كرافت. ايش سويت انا لانش برودكشن؟ ما حطيت ايش بسوي. طيب الان انا 4 ساعات لازم انتظر عشان اخذ يا جماعه، لان هو جوس يعتبر، انا راح اكرفد دي بعد 4 ساعات. يا ويلي والله كثير والله 4 ساعات يا شباب. اللي راح اسويه الان شباب، راح اكمل تفجير باكجات من هذا المكان داخل البنكر عشان اشوف اذا الحظ كان متحسن ولا لا يا شباب. اوكي هذا الباكج انا اتوقع اني بسحب عليه يا جماعه، والله والله اني اسف، بس يعني بفتح منه كمان مره مرتين وبسحب عليه على طول يا شباب. ما في غير الفلوس الان راح اطب على مخنا الان. 3 2 اوه يا للعجب طلع لي جاك. هذا طلع لي بالامس كمان كان والله. طيب هذا كان طلع لي بالامس كمان يا شباب، اخذه ولا لا؟ والله ببيعه ما ابي. ايش كمل كمان ليه؟ ايش الظلم؟ لا تستهبل على مخي يا حبيبي، ليش كذا يفتح فورا شباب ذا؟ والله ما عاد افتح الحين يا حبيبي والله. طيب يا شباب خلينا نفجر بعض باكجات السيارات الان، يعني عندنا سيارات حلوه يا جماعه. اخ السكوتر اخ. جماعه انا هذه السياره اللي ابيها مو ذي، بس شوف الصور منعكوسه نوعا ما، انت لازم تفتح ب10 تحصل على ذي يعني الان. فبنجرب مره، ليتس جو. تمنيت لو اني بس لو مره واحده بحياتي اضغطها من اول مره احصلها، تمنيت. اقسم بالله يا جماعه انه انا فيني دوده، لازم اعرف ايش راح اكسب من هنا. شيء جديد يعني، فيني دوده والله فيني دوده. انا مو مصدق انه مستحيل ما فيني نكسب شيء من هنا، انا مو مصدق. انت اصلا ايش متخيل؟ يطلع لك ايش متخيل؟ ماني متخيل يطلع لي شيء يا جماعه. تخيلي وقف على الحذاء هذا مثلا. وات؟ لا والله فكرت حيوقف هنا بطأ كثير يا شباب، اقسم بالله رعبني والله. اخ يا مكاله، كويك انيميشن يا شباب وليتس جو على بركه الله. يلا. فلوس يا شباب شايفين، راح افتح بال 120، شوفوا كيف كلها راح تجي فلوس. بنطلون سيل، يلا فلوس، يلا كمان مره، كمان مره، شوف الفلوس يا جماعه، ما راح يجي كل مره فلوس شايفين. ليش اضيع وقتي واضيع وقتكم معي يا شباب؟ اذا انا عارفين كل مره راح يجي فلوس. فين يطلع لك شيء؟ شوف شوف شوف. اوه وات شباب العب، طلع لي ذا شباب القرن، انا تمنيت يطلع لي. وات ذا هيك يا جماعه، اوه ماي جاد، هذا ايش هذا؟ و ما شباب ما اقسم بالله شو داخل اصور لباري، والله لا يضحك علي والله باري شباب، والله لو اني بايعه ب7 جراند كوين مو كان احسن لي يا جماعه؟ اقسم بالله هذا سكن ايش ده يا حبيبي يا شباب، يعني بيطلع اشياء والله مو ضر ما يطلع والله. ليتس جو بحاول كمان مره. العاب نايس والله، جيب هذه رير هي. اوكي نايس ون. كوك انيميشن احسن اجل يا جماعه والله، والله كوك انيميشن احسن. اوه نايس ون، صار يطلع لي اشياء حلوه تقريبا. لا ما نبي هذه، لا ما نبي هذه، ما نبي هذه، ما نبي هذه، ما نبي هذه. خلصت يا جماعة الخير، باقي معي 5 جراند كوين. راح الغالي، راح يا شباب راح. اوكي تعالوا الان نصرف ال5 جراند كوين على سيارة الاحلام، سيارة الهاضي. لا صراحة شباب انا مصدوم والله انه طلع لي ذي، والله اني مصدوم يا شباب. طبعا ما راح ابدل ذي مقابل هذه. ايش اللي طلعت لي ذي؟ نفس اللي طلعت لي ذيك، ما ادري ليش شلتها معي والله يا شباب، والله ما ادري والله. ما ودي البس يا شباب، والله شكلي احسه بيض بس لاني كسبانها احس مجبور اني البسها، ما ابي البسها يا شباب. تعال نفتح شباب تيكيتين من هذه، تيكيتين بس بفتحها. اوكي 2 يعني، مو كلهم 2 عشان اعرف ايش راح يطلع، ممكن يطلع لي سيارة ما ادري يا جماعة. اوكي بسم الله. بفتح بس 2 يا شباب لان الباقي راح اسوي جيف اواي طبعا يا جماعة. هذا بس مجرد فور فن يعني، لا اكثر ولا اقل يا شباب. ليتس جو نشوف يعني، هذا مستحيل تكسب فيه شيء. انا بالنسبه لي 1 جراند كوين 100% كسبانها، 1 جراند كوين مستحيل تطلع ذي السياره مثلا. شايفين على نكشه بيعطيك الله العظيم يا شباب، والله العظيم. هذه الجوائز يا شباب اشياء حلوه صراحه يعني، بس مو لحظنا يعني. تمام مره ثانيه شباب بحظنا جميعا الان، خلينا يا جماعه الخير نشد الحزام الان ونقول يا ربي نكسب السياره راح تطلع لنا الان يا شباب. ليتس جو، خلينا نشوف يا جماعه الخير. نبي سيارة اسطورية تطلع. كمان 1 جراند كوين، تخيل توقف على السيارة يا حبيبي، انت ليش تقنعني بكسب السيارة فجأة تطلع لي ذي يعني؟ نتفق يا شباب نترك 10 للجيف اواي، اكيد ما راح اسوي 20 جيف اواي، 20 كثير يا شباب، خلي 10 جيف اواي و10 بفتحهم انا اوكي؟ عشان نكون متفقين يا جماعة. معك معك برجع اطلب من الادارة تعطيني من جديد يا شباب. اوكي ما علينا، وين ال1 جراند كوين؟ سيارة مو ذا القناع، تكفى مو ذا القناع، سيارة اعطيني سيارة على الاقل. ليتس جو سيارة شباب، اوكي نايس والله. سيارة فرانكلين شباب، سيارة فرانكلين ذي ولا ما ادري، انبسط ولا ابكي شباب على هذه السياره. مشينا البيت، مشينا البيت نراجعها. هذه هي سياره الاحلام شباب، سياره فرانكلين يا حبيبي. 4 ركاب كمان، ما اتوقع انها غاليه شباب، ما اتوقع ابدا. 550 الف يا ولد، تستهبل علي والله، حرام فيك الكويك سيل حتى، حرام فيك الان. هذه بحظ باريو يا جماعه، اوكي خلينا نشوف حظك يا باريو. احتمال راح تكسبني البوجاتي فيرون، البوجاتي شيرون، البوجاتي شو ما كانت الان. تكفى يا باريو، خلي حظك يكون كويس. 5000 100% او 2000 يا ب 5000 او 2000. يا ريت يطلع لي ذي، يا ريت ذا الحلم يا شباب ذا. 2000 والله شوف يعني بفكر اخذهم ولا لا، يا ترى افكر اخذهم ولا لا. سيل فور صفر، خلاص نبيعهم بالصفر يا شباب. اوه يا السياره ذي محلاها والله، رهيبه والله. راح يطلع لي يا جماعه الخير قناع فتاك، يا ريت يطلع لي قناع، انا راضي والله. بس ما وات القناع والله نايس، ذا القناع بيقولوا عنه كويس نوعا ما ولا لا شباب ولا سيء؟ كم يبيع بجراند كوين اصلا عشان اعرف اذا حلو ولا لا؟
والله بصفر جراند كونيون بعد القناة. وينه يا جماعة هذا من القائمة؟ مو هذا فكرته، هذا هو الشباب لان الان افخم ذا القناع اللي انا كسبته يا شباب. هذا هو هنا اوكي، يعني هو سيء يعتبر يعني. والله نايس، جاي لونه كذا يا جماعه، جاي لونه اخضر. وات وربي الشباب حلو القناع، ما عجبني والله، ديم والله نايس، مو سيء احسه والله. هذا بحظ ولا احد بالبشريه يا شباب، لان انا عارف لما اقول ما في بحظ ممكن اكسبها، ما تدرون. يا رب سياره على الاقل تكفى. اعطاني السيد يا الله، اعطاني السيد يا جماعه تكفى، كنت وقفت هنا. هذه حلوه كثير يا الله، والله حلوه يا مان. هذه السيدات باخذهم يا حبيبي، ما ادري كم حبه هذول يا جماعه بس باخذهم اطلع. كم حبه اعطاني؟ 10 حبات سيد بس، 10 حبات يعطيك. اوكي ما علينا، طيبين يا شباب مو سيئين. اللي بعد الان بدون اي كلام يا شباب، بدون اي ثرثر، ابي بطاريات والله لو طلعت لي بفرح يمكن كمان مره. احسن من الاشياء اللي جالسه تطلع لي على الاقل يعني. بالله كملي على ديمون 10000 او وقف هنا مثلا، مستحيل مستحيل مستحيل. يوه هذه محلاها شباب، شوف محلاها هذه السياره المرسيدس هذه. هذه بحظ كل شخص موجود الان يتابع مقاطع بثوثي وكل شيء يا شباب، وربي تكسبوني ذي تكونوا اساطير الاساطير يا جماعه. اعطيني السياره ولا تعطيني بذور المعفنه ذي، اعطيني السياره يا اخي، استحي على دمك يا اخي والله. كويك انميشن هذه يا شباب بحظ هاني، هاني يا رب كسبني هاني، تكفى هذه بحظك هاني. خليني اشوف شايف حظ هاني كويس ولا لا، يعني احتمال يكون حظه كويس احتمال لا، ما نعرف بس ان شاء الله. اعطيني سياره حلوه يا هاني، لا تعطيني غير السيارات يا هاني، ارجوك يا هاني لا تعطيني. اوه وات، مو القفازات على الاقل، اعطيني القفازات انا راضي. السيارة او القف، نايس القفازات، ليتس جو. قفازات حلوة ذي جدا والله شباب، والله رهيبة والله. كم تنباع؟ 5 جراند كوين تيك اواي يا حبيبي. قفازات نادرة ذي طبعا يا شباب، والله انهم نادرين ذول القفازات. شوف الان العب يا مدير العب، والله نايس والله. انا احب الغرابة جدا يا شباب، احب الغرابة والله. هذه بحظ روج يا جماعة، روج تكفى روج، اعطيني سيارة حلوة يا روج. تكفى يا روج تكفى. هات سيارة اسطورية كذا تكون فخمة انيقة، فخمة جدا اسطورية. راح يعطيني واحد جراند كوين، انا اعرف روج حظه. اعطاني ذا والله روج انك ما تدري. وات السيارة هذه تكفى، سيارة الروز رايز، سيارة الروز رايز. العب يا مدير العب. وات هاك شباب، اقسم بالله روج ايش الحظ، وات ذا فاك شباب. 30 جراند كوين، 30 جراند كوين والله باخذها شباب، وربي باخذها. ما ابي 30 جراند كوين، ابي السيارة وربي انها اسطورية شباب، قسم بالله اسطورية والله. يا ساتر هذا الانوس داون شباب، هذه تضوي بالليل كمان. صار معي منه وحده ثانيه، انا ليش شباب ما اخذت 30 جراند كوين؟ عشان هذه يمديني ابيعها بسعر مغري جدا. شوفوا كيف شكلها يا ساتر، هذه ما تضوي صح؟ اتوقع هذه ما تضوي الان. هذه ما تضوي 12 مليون، مليون و200 الف شباب يمديني ابيعها الان، مليون و200 الف والله. يخرب بيتها، بس هذه ما تضوي اتوقع. يا ولد بس انا ليش جمعتها؟ انا احب الشيء اللي طالع لي من مكان ما اتوقع انه يطلع لي فيه. ما ادري هذه بتضوي اصلا ولا، والله ما ادري. تصدقون يا شباب ما ادري، في طريقه واحده اللي نعرف يا شباب، طريقه واحده فقط. شباب يمديني غير لو لا تكذب علي. لا ما يمديني اتوقع هذه مو، انا بخليها بلونين عشان اعرف اذا بتضوي بعدين بالليل يا شباب، لان الان الدنيا مو كذا. بس ما ظنتي، ما ظنتي والله، والله ما ظنتي يا شباب، ما ظنتي ابدا. خليتها بهذا الشكل البسيط الخفيف اللطيف يا شباب. والله في كثير ناس يحبون حول المكان، والله اني لازم اسرع والله، في ناس راح يلحقوني الان راح يجيبون السياره دي. على الاقل يا جماعه طلعنا بالسياره، اقسم بالله اني فرحان والله العظيم، اني فرحان بالسياره. يعني شباب شوف اتوقع اني ما بخبركم تهورت، ولكن يا جماعه حصل اللي حصل الان، حصل اللي صار للاسف الشديد يعني. ما ضل معي يا جماعه جراند تيكت، بس ما عليكم لا تقلقون يعني. الجيف اواي اذا في حال فتحت بث، اذا سويت جيف اواي بطلب من الاداره بترجع بتضبطنا يا شباب. اوكي لا تقلقون ابدا من هذه الناحيه، ايزي بيزي يعني. الاداره ما تقصر ابدا، دائما ابدا الاداره معانا يا جماعه. واذا كنتوا حزينين يا جماعه لان ما طلعت لي الباك باك ذي، فانا يا شباب اقترح عليكم لا تزعلون ابدا يا شباب، لان والله الحياه مو مستاهله الواحد يزعل عشانها يعني. فبس يا جماعه الخير اتوقع ان هنا خلاص الحين والله رحت البيتش ماركت شباب، شريتها الان على طول الان يعني شباب، حصلت واحده مليون ونص، قلت يلا يا ممكن هذه الفرصه المناسبه. يخرب بيت شكله والله اسطوري والله شباب، يجي منها يعني الان. فبس يا شباب هذا كان كل شيء باسم مقطعنا اليوم يعني، يعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده. كان معكم محمود من قناه ممكن يا جماعه الخير، السلام عليكم، في امان الله.